استغفر الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي. تفضل أستاذ مصطفى. كيف أخذ؟ والله أفكر أخذ شنطة وبنطلون. أنا بدي أخذ معي شي جاكيت مرتب. شو شان هاي الجو اللي مرتب معلم؟ في هذول هون كلهم هذول عاملين عليهم تنزيلات. أيوه. محمد وين كيف؟ غير تشكيلة طيب؟ في هذيك تشكيلة حلوة كثير. هي حلوة أه. في أسعار كويسة. في بس كنز او بنطلون قديم بس صغرت بس جاكيت في حالي. روح عمو الله يخليك خلص روح عمو روح امانه يا عمو برد كثير لك شو انتو بردان انا بردان روح عندك مصاري خير الله الله يوفقك ما تفهم انت ما تفهم حقي خلص روح بس جاكيت تدفى فيه والله بردان كثير لك انتو مثلكم في عندكم مصاري خير الله مخبينه طول بالك طول بالك بتروح بتشحد وبتشحد وبتشحد بحجة الشحاد وبردان وما بردان بتروح بتبيعوا شواكيت طول بالك هيك عم تحكي مع الولد فعلا يا زلمه هدول يا زلمه بس توقع حالهم الولد هدول معهم مصروات اكثر منا يا زلمه لسه عم تزعل عليه شو بقول لا تزعل عليه خليك محضر خير احمد مش ما شو طاقه طالع من برا هاي فوزتك هاي فايفو كذاب كذابين كل هدول كذابين يا زلمه خيو هدي ايش لازمك حبيبي جاكيت وبنطلون مزلفين كل عنده شرفك بدك تشتري له انا والله لو بدك تشتري بطلع بعد ما بمشي معك اعطيك جاكيت احسن خيو لك روح عني يا زلمه عندي شوي انت بقى بحكي معك خيو قول روح يا زلمه لك هدول مثل ما حكيت هدول كله كذابين فاهم استغفر الله العظيم عمي بعد امرك ايش لازمك جاكيت كذاب كذاب عنده بالبيت مليون جاكيت انا بياخذه بروف بيعه يا ابن الحلال انت عم ولي عليك اعطيني خيو احسابي خيارات شعبي ايش اعطيه ما اعطيه يا زلمه اذا صاحب محلها بلا انت ايش شغال ليش عم تتدخل بتعيفه خلي يروح روح خليك محضر خير احمد خليك محضر خير انا ما بعرفك هيك احمد خليك محضر خير حسبي الله ونعم الوكيل انت ما بتعرف ولا هدول قد ايه بتعرف ما بتعرف ولا هدول قد ايه تخيل انا بمشي بالشارع معه كل واحد شله شله كل واحد بيعمل اصلا بعد امرك علم خيو انت لا تعطي حدا تهمك انا بعطيك حقه بدك تدفع شيء من جيبك بدك تدفع شيء من جيبك اخي لا خلص احسابي اعطيك انت الحين تروح لا خيو انا زلمه رح اروح انا اعطيه بس بعد امرك تاخذون والله بشرفك بدك تشتري من كل عالك انت من كل عالك بدك تشتري له انت لا تحت لا شيء انت غلط انت ما بتعرف عندي يعني على الطالع على طول في موقف محل بيعه لا يا انا بيع في شيء هو اللي بيبيعه احمد خليك تفضل يعني واحد اذا لبنه حامض بقول لك لبني حامض دير بالك بقول لك لبني طيب روح الله يرزقك يا عمو الله يبعث لك بنت الحلال يا عمو بنت الحلال حسبي الله ونعم الوكيل يا ابن الحلال يا عجبك هيك ما؟ احمد فهمني كلمتين، انت عم تعمل هذا الشيء لوجه الله تعالى، انت ايش دخلك فيه؟ لك انا وجه الله تعالى، لك انا لك يا ابن الحلال انت ما بتفهم هذا بروح بياخذها من هون وبيبيعها لواحد ثاني ماشي بالشارع من هون بنص حقها، المو ايش خسران؟ بدي اسالك سؤال مو حظ راس مال مو حظ اسالك سؤال بس، انت لما عم تعطيه لانه حرامي ولا عم تعطيه لانه لوجه الله؟ ما بعطي لهيك شكلات لحتى اعطي انا اي شو نيتي كانت؟ انا بروح بعطي ناس لوجه الله تعالى بيستاهلوا مو مثل هدول لك هدول ما بيستاهلوا يعني تعطيهم كاسة مي ما بيستاهلوا هدول كلهم مليان مصاري جيبهم عظمهم مليان ذهب يا زلمه لك ايه وربي يا زلمه شلون اهلهم هيك عم خلوني يطلعوا من برا ما عم بعرف شلون يا اخي اسمعني انت وياه انت لما عم بعطي لهدول انت عم تعطيه او انا عم نعطيهم لوجه الله بنيه صافيه نحن عم نعطيهم نيه يعني صدقه لوجه الله تعالى ما عم نعطيهم بنيه والله هدول حراميه ومنعهم لا طب بلكي الزلمه انت عم تظلمه بلكي الولد فعلا بردان خلص انت عم ولي عليك انت اعطيه رح يتسجل لك صدقه حتى لو كان حرامي حتى لو كان عم راح بياخذه ببيعه خلص انت عم ول باصلك عم ولي عليك طيب في ناس غيره محتاجه انت اعطيته ليش بتعطي الناس المحتاجه طب بلكي هذا نفسه محتاج ما تقرر مع انك ولا تظلم حدا اذا ما شفت بعينك لا تحكي لا شفت بعيني شفت بعينك غير هذا شفته هذا نفسه ما شفت يا شباب انا بس بدي انصحكم نصيحه بحياتكم لا تسيئوا بالظن بحدا والله العظيم انت علي احمد انت عم تعمل هالشيء لوجه الله تعالى وانت خيي خلص هلا بتاخذ حقهم وبتمنى انه هذا الشيء ما ينعاد لانه هذا الشيء غلط اخوي يعني الله بيعلم انه شو هو الولد بلكي فعلا هيك وبلكي مثل ما عم تقوله مزبوط بس انت عم ول عليك يعني انت عم تعمله لوجه الله ما عم تعمله لإله خلص الله خلص انسى الموضوع معلم طالع لنا شيء لبس خلينا شو اكيد ما شو اكيد بالذات بعد ما خلص شيء اكيد كان زين نص علي بشيل حقك لا تشيل شيء خيي خلص انا هذا شايف خلص انا استوعبت منك هالكلمه وفهمت منك الكلام اللي حكيته مصراتي ومصراتك واحد خيي ما في بيناتنا يلا
بعمل هون؟ والله ما بعمل شيء، عم ادور لي على شيء كنزي البسه لانه كثير بدبل. خلص لا تدور يا زلمه، ما جاكيت جبته هلا جديد. خذ هذا الجاكيت اعطاني اياه واحد مني، طفي حالك فيه. هي مو كنزه لك. عادي عادي انا لابس كنزه بتدفيني انت. يا أيها الآمن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شفتوا؟ بعمركم لا تسيئوا الظن بحدا. إن شاء الله تكون وصلتكم الرسالة. السلام عليكم.